بونجور ليكيب، ان شاء الله تكونوا بيان. اليوم الفلوق الاول تاعي في الاقامه الجامعيه، راح نوري لكم كيفاش نفوت نهار مع القرايه، سبور، ماكله. بون انا كي نوض ما نشتيش ناكل ديريكت، ما عنديش اونفي تاع ماكله الصباح. الور رحت وجدت روحي صليت، درك راح ندير الروبه الاولى. هذه الوجبه الاولى تاعي، ما نروحش للريستو الصباح ما نعرفوش يديروا، بالي حليب برك. بون هنا كاين سيريال وكاين جرانولا وكاين سيريالو، درك نتستيوها كيف كيف. مو صاي ليكيب، راني هزيت كارطابل دونك عندي لي كور نقراهم. السنة راح نسي نسيستي لي كور، راني ديجا مراتي سمانة مي معليش. بون ليكيب صاي قريت دو كور صباح، درك راح نروحو للريستو نشوفو واش دارو لنا اليوم. يا ربي كثرونا شوية البوطي. ابري درك نروحو لاصال، بارتي شابة كاع في النهار، باسكو عندي شهر ما اونترينيت، شهر كامل وانا ناكل روبا وحدة في النهار، الحاجة المقودة في الريستو تاعنا انو ما تقدرش تعاود لاش، تاكل فرد خطرة برك، السما ما تقدرش تعاود على الريستو برك، مي نشوفو كيفاش. راح نعلمكم في النافيكاج، شوف لازم يكون عندك صاحب طاير كلشي مبيض، صاحب الاخر ما يشتيش الطون لا يبيعهولك. المهم هذو الصحاب اللي ديرهم في الجامعة. ماش هذاك حارت وين يخدموه، والله جامي تلقاه في السوبيرات ولا تلقاه غير في الريستو تاع الجامعه. بون راح نزيد عندي فروماج فري، راح نزيد ان بواط ولا زوج، ابري نروحو نقراو الكور. فوالا ليكيب، القراية درك صاي، درك وقت أول مرة راح نتستيه، راح ندير نص سكوب برك. اسمحوا لي خوتي، مي واحد الشهر خوتي اللي موشي اونتريني، اقسم بالله غير راه مراتي بزاف. اليوم طولت في الصاله، راهي 6 ونص وما نقدرش نحكم الكوس، ما كانش ما راح نضربها ابي حتى لا ريزيدونس، ما نزيدش نهضر بالفرونسي خلاص، راح نضربها ابي حتى لا ريزيدونس. مازال عندي فايت نص ساعة وانا نمشي، يا ربي غير نلحق على الريستو باسكو راح يقفل على 8.
برك راه هي خمسة ايام بزد كارديو مع السيونس باسك مشيت بزاف لحقت على الريستو درك بقاو لي 300 غرام تاع سكالوب ناكلهم ونروح نرقد درك حبيت نهضر لكم شويه بول ايكيب كيما على بالكم الناس اللي راهي تتبعني في انستغرام انا عندي شهر ما اونترينيتش بكري كنت 72 كيلو درك اليوم وزنت روحي هاو شحال راني 64 كيلو الميساج اللي حبيت نوصلو هو غلطه درتها بكري باسكو انا حبست شحال من خطره ووليت المره هذه الغلطه هذه ما درتهاش هي انه ما هبطليش الكونفلونس تاعي في روحي كيشد روحي نقصت في الكور تاعي وراحوا لي بعدا كيقدر عليك ربي الظروف ديجا راك دبر ستريسي من الظروف هذوك اللي خلاوك تحبس بعيد الشر على اي واحد زيد كون تزيد دبرس كي تشوف الكور تاعك ناقص راح تزيد الكونفلونس تاعك تهبط واللي في الحاضر ما تخليش الشيء هذا يصرى وحاول تخطى المرحلة هذه ولازم ما تربطش الكونفلونس تاعك في روحك مع الكور تاعك الكور تاعك قادر يروح يجي نورمال ما يقولكش كي تكون سمين ولا سكيني أرضى على روحك ما ترضاش على روحك مين القيمة تاعك الكونفلونس تاعك في روحك أنا على بالي راح نكون بيور فيزيك في الجزائر وراح نكون بيور اليوم ولا غدوة استلتوا برك وانتم ثاني اذا قدر عليكم ربي بعيد الشر ما تدخلوش في ديبريسي وحاولوا تخطوا المرحلة هذيك وليوا بقوة اكثر ودائما اتكلوا على ربي ايوا تصبحوا على خير.